مساء الخير، حلقة جديدة من يوميات ستار أكاديمي فيها آخر أخبار طلاب الأكاديمية. بداية حلقة الليلة مع ردة فعل الطلاب بعد عودتهم من البرايم. جايز والله الله يعني الله لا يعودها علينا والله لا يحطكم في موقف مثل هذا يعني عن جد هالقد صعبة محطوط له في موقف شو هالقد صعبة ما جيت قبل صعبة هلا وقت وحش لأن أول مرة وقت وحش من احسن المرات اللي انت غنيت فيها من اول وجديد جايز مرسي للنال جميع الناس اللي صوتت لي واللي رجعتني على البروجرام وان شاء الله يا رب نكون عن ثقتكم وان شاء الله ما نخيبكمش مره اخرى وان شاء الله يا رب يا رب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هالعالم ان شاء الله يتهز في الفاينل واذا ربي قدرني ان شاء الله يا رب يعني عن جد ما في مشكله ما في مشكله ومرسي مرسي لكل واحد صوت لي و آمن بحلمي وعاوني باش نكمل المسيره ونهز العالم في ان شاء الله في الناس بيحبوني برشا شو بك يا نسيم معقول يا الله سوري تونس حطيتكم في هالموقف سوري تونس كلها تعالى منك لا اكيد فرحانة بيك العالم زعلان منك مش نسيم معقول لا اكيد حتقول لي يوم اللي حتفرح حتفرح مو صح ليتي بكونوا تونس ولسه مكملين يا لهوي امين يا رب لنا شوفي ما في شيء عم بكتب اللي كنت عم تعمله شو راح يكون فيه هنوما جاي رافائيل وتشوفي روقي ايه روعة كنتوا روعة اليوم بالبران انا ممكن انا بغني أنا مش مصدق يعني مش مصدق إني وصلت يعني دومي فينال مصدق خلاص يعني سيمي فاينل عرفت كيف هذا البروجرام اللي حلمت به طول حياتي وصل فيه للنصف النهائي النهاردة لما كنت بتفرج على الريبورتاج اللي عملوه يعني آخر ستة أنا دمعت عيني حطوا تحس ان انت عامل انجاز خليكن على تواصل مع الطلاب عبر www.starakarabia.com رح نتوقف مع اول بريك ونرجع بعده لاخبارنا منتابع أخبار الطلاب وهالأسبوع الأكاديمية ودعت رافائيل فشو هي أحلى لحظات عاش رافائيل بين أصحابه؟ يلا بينا يلا يلا اي اي I love you قلبك يقبرني من الكسر الأرض من تكسرها برا يعني سمعين من هنا الناس انت ملك الشعب I love you بدي تكسر الأرض
بيك تبع حالة كتير كتير تبع حالة سامع؟ بشكركم على كل لحظة قضيتها معكم. خلاص رفاين. أنا من الأشخاص اللي بعتبر حالي ما عندي شيء ضد حدا بالأكاديمية. اللي بعتبر حالي كنت عندي علاقة كثير حلوة مع الكل وهيدا يمكن اللي وصلنا لبرايم 14 مش بس إن أنا تقدمت. حبكم إلي وحب إلكم وعلاقتي الحلوة معكم. كل شخص. بموت عليك هيدي أنا، بموت عليك. بدي دراجز كثير منيح وانت فنان كلاس اي بس قلك اياها حلك اياها مش اخر مره راجع نسيم كثير ساعدتني بكثير امور وانتقتني وكنا نزعل من بعض ورنا قلبك ووقف اليوم حدك على المسرح ماشي لانه حسيت تسونامي ابو المور لا بلبناني بغض النظر عن هايدي عن نسيم سمعت؟ زالر بيس انت من الاشخاص الاكيد 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 وببصم على الشيء والعالم كلها شاهده انه انا حاسعى لكون ارجع اتلاقى فيك من غير حاجه ما حاحكي اكثر من هيك اللي نعاش هون على الهواء واللي نعاش باك ستيج عباس حاله صداقه غير انه حاله فن حنان خمس سبعة أيام بلاقية ركزة على إيفال مثل الخلق لأنه قادرة توصل لحنان حنان تعالي قلبي أوكي أنا زعلان مش مين الفالي من الأكاديمي أنا اللي حاشتاق حنون ركزي على فكرة الإيفال وبس شو بدك فيهم هدول كلهم ما بيعرف يفكروا. كنت متوقع أوصل لهون؟ لا. والدليل إني كنت نومينيه أول جمعة. اشتغلت على حالي وكتر خير الله أنا ببرايم 14. مبسوط. بزعل على كل لحظة ما عشتها مظبوط بالأكاديمي. أحلى مكان لإلي بالأكاديمي هو الليفينج لأنه كنا 18 واحد نجتمع فيه وبين شي فوق وتحت وضحك والمطبخ وبار المطبخ هيدا الريجيون كتير بحبها بالأكاديمي Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Grass Happy birthday to Grass Happy حلوة يا جميل هلا بتجي امي بتجي امي هاي الجمله هلا بدي لكم شغله يا شباب من قلبي انه اجي لك لا اجي لك لا هو مش اجي لك لا اسيبك لا اسيبك لا اسيبك لا بالاذن اسيبك لا وجوا الروح هتفضل حبيبي وياه ان انا بهواك أحلى صف بالنسبة لي بالأكاديمي كان صف مدام بدبي شكراً حبيبي بيب بيب أنه شو الحل هلأ؟ شو مفروض نعمل؟ مفروض؟ ليش أنه خلاص علقنا؟ شو شايف حضرتك؟ لا مش مقبول مش مقبول مش معقول هيك هيك كلها عليك عليك كلها عليك عمال معروف عمال معروف فيك توقف صريخ ودراما مين بده يسمعك بهالبحر هلا احلى ايفال بالنسبه الي كان نهار اللي عملت اعمى ووصلت وقتها كان موضوع انه موضوع انساني بنوصله ونغني كان هيدا
الشيء اللي عملته كنت حابه كثير، كنت مقتنع فيه ووصلته بكامل النقاط اللي حطيتها. أنا بحق لي غني وحغني بفضلكم، ما بيهمني شو بدلتك ولا ساعتك يا دينا. عندك كان شخصين كثير قراب بالنسبة لي، ثلاث شباب كثير قراب بالنسبة لي، بس هن منهم قراب يمكن بالنسبة لبعض. في عندي مروان وعباس وإيهاب، كانوا الأشخاص اللي كثير قراب لي. أنت شخص بين أكثر أشخاص مخولين توصل للفينال وما تطلع نومينيه ولا مرة، من صوتك، من أدائك، من حضورك، من كل شيء، وهذا الشيء بين من أول يومين. عباس؟ بيسو؟ جاي لك بس بنلبس عشان ضهرين. لا وين؟ رايحين نسهر. وين؟ رايحين نسهر برا. انت ومين؟ انا وحنان وهايدي وانت. يلا وهناخد نسيم معانا، هو تحت السن بس مش مهم. في منك على بورتوكلي انت وهضامتك؟ ايه شد البوزيسيون. روق 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 روق. وقف عندك، وقف عندك هونيك. امبارح يوسف اللي ما شافه نايم، ما شاف حدا نايم على هيدي، نايم هيك كان امبارح يوسف نايم هيك وهيك هيك نايم. كل ما وقع التواصل الاجتماعي بخدمتكم لتتواصلوا مع الطلاب عبر فيسبوك وتويتر وكمان انستغرام. تاني بريك بحلقة الليلة ومنتابع من بعده أحلى لحظات عاشة رفايال بالبرنامج. عودة لمتابعة أخبار الطلاب، ما تنسوا مشاهدينا تشاركوا بالمسابقة وتربحوا سفرة مدفوعة إلى بيروت لمتابعة البرايم مباشرة وتكونوا حد الطلاب. ادخلوا على www.cbc-eg.com. أما هلأ فرح نتابع أحلى الأوقات يلي قضاها رفايال بستار أكاديمي. أقرب صبية السلطان حنان، حشتالها كتير هالجمعة، بدي تشد حالها وتكون قد الحمل. تبكي عادي، منه شي عيب يعني. أنا ببكي وأنا بكيت عادي. وأنت من بين أحلى أشياء قطعت بحياتي من 4 أشهر لهلا. بس أنا مش قادر أبعد. أنا قادر أبعد. بس إنه ما قصدي كنت أظهر معه. رفيقتي وعادي شو يعني؟ حنونة. منيح أنت؟ شو حبيبي؟ منيح؟ كيف حاسس حالك؟ إذا أنت منيح أنا منيح. يا بعد يلا يعني برايم أبدا. حتى بحب نجدة؟ اسمعيني كثير منيح شو بدي أقول لك. ما بتردي على حدا. بتركزي بحالك، بتركزي بقبالك. انا حدق لامك اول ما اطلع، حدق لفاتي وحنظبط الوضع. اول ما اعرف موضوع الايفال انا حساعدك. دونت وري، بدي تركزي كثير منيح. مولع لك الدنيا برا. ثقي بحالك بليز، ولا بكي ولا دمعه، انا حدك بكل شيء. شو بقول لعباس؟ بقول له يا عباس، علاقتك بلشت بالاكاديمي معك انا وياك وبتخلص بعد شي 40 50 60 70 80 سنة. مغرب، تونس، بحرين، جزائر، سعودية، سوريا، مصر، لبنان. لبنان.
خلفي وعباس خلفي. فيل اليوم واخد معي من الاكاديميه عائله كبيره من 18 شخص داخل الاكاديميه وكرو رفقنا. اخد معي سلاح كثير قوي بتاريخ كل شخص حابب يفوت بهذا الضمان، هي اقوى فورماسيون ب ستار اكاديمي بتاخديها ان ربحتي ولا ما ربحتي. اخر كلمه لامي، بشكرك جبتيني على هالدنيا. بحبك كثير. ان شاء الله تكوني مفتخره فيي وهيدا الفرح اللي بشوفه بعيونك كل ما اشوفك بالبرايم. يلا حنان بموت بسماكة. I love you I love you I love you I love you. دعوسك إذا بشوفك زعلان على الهواء. يلا مش وقت. ماشي يلا حنصولي هون حنصولي هون. حنان I love you. حنان الخضر. والله حسن حسن بحيطها يا أخبار ممكن السيارات الحمد لله صار هيك يا جماعة أحلى من مطلق. بقول لجمهوري اني بحبه كثير وثانك يو على كل لحظه دعمني فيها وكل لحظه ايمن انه انا قادر اوصل. ما بدي حدا يكون زعلان لانه ما خلصت هون، هلا بلشت المسيره معكم. انا بحاجه لكم بكل دقيقه وانتم بالنسبه لي اللقب وجودكم حدي وجودكم انكم دلكم على اتصال معي وعلى مسمعي انكم تدعموني وتنتقدوني ايا كان النقد. لأنه هيك لأنه حبكم بالنسبة إلى اللقب. رافائيل رافائيل يدو حدا حتوقعيني يا عمي. Guys I love you. واحد واحد نسيم بيسو عباس هاد عباس تبقى حالة كتير هايدي حنان I love you حنان ترمي حالك حنان I love you. أخيرا وليس آخرا اللقب لبناني بعد 10 سنين اللقب لبناني. بحبكم كتير وحاشتاكم كلها جمعة. يلا خلصت. حبك يا أمي بحبك وجاي كان شقت لي كان جاي لعندي. آخر بريك بحلقة الليلة مشاهدينا ومنتابع حلقتنا.
القسم الأخير من يوميات ستار أكاديمي مع اتصال هاتفي أجرته حنان مع والدتها يلي خبرتها أنه رافائيل اتصل فيها، الأمر يلي خلى حنان تتأثر كتير. ألو؟ ألو حنان، وي ماما توحشتك بزاف ابنتي. أنا توحشتك حنان. وي ماما وي. ألو في العالم كل شيء كامل. شنو؟ ألو ماما، العالم كامل كان كيبكي معك البارح، كان كيبكي معك البارح ابنتي. علاش كتبكي علاش؟ ماما هضر معاك رافائيل ولا لا؟ وي رافائيل كيبلغ لك السلام. رافائيل هضر معايا وشي ساعه هو كيهضر معايا كيبلغ لك السلام بزاف بزاف بزاف. عجبك البارح البرايم؟ جيتي كتحمقي كاروت سماحه شكرت فيك. الحمد لله درت ريبورتاج هضرات قالت لها احسن كنتمنى تكون هي في, في, في اللقب. الحمد لله الحمد لله ماما، ما بقى فرحان بيا. راسك بنتي عندك الايفان. مديرة الأكاديمية كلوديا مارشليان زارت الطلاب لتقدم لهم موضوع الامتحان يلي رح يرتكز هالأسبوع على المقدرات الصوتية. مرحبا، كيفك؟ كيفكن؟ الحمد لله. جيتوا كلكم؟ سافا؟ وينو اجى عباس؟ هو وراك. كيفك ستنا؟ أهلا، تفضلي. يلا حط الميكرو. ليش عم تجري؟ وينا هايدي؟ لك قد صرته، لك قد صرته. خمسة بس. عجقة بعدها عجقة. شو بيقولوا خمسة وخميس؟ خمسة. ايه. خمسة بعيون الحاسدين. بالنسبة للي بدنا نسمعه منكم بالإيفال. بالنسبة لإلي أنا هو شيء له علاقة بالصوت. يعني بدنا هيك. يعني إذا بدي أعطيه عنوان لهيدا الإيفال بقول عنوانه أطربونا. الله. أبهرونا، فرجونا شو عندكم، سمعونا، لأنه خلص صارت القصة على المحك وحرام بس في حدا منكم بده يروح. طيب يبقى في أربعة بالفينال. انسولي شو عملتوا واعتبروا انه انتوا جايين تغنوا اليوم وتسمعونا اول مره. فوت انت كانك عم بتقلنا محمد وحنان وهايدي ومروان انا بحطهم هون. اسمعوا شو عندي. بفوت محمد بفكر زيت الشيء، بتفوت هي، بتفوت هي، بتفوت. سمعونا صواتكم لحتى الناس تعرف شو فيها هالحنجره. الله شو عطيكم. طيب ما في مجال للغلط، دخيلكم هلا. بدي خمس مرور، خمسة بالإيفال والواحد أحلى من الثاني بليز. وإذا بلشتوا غلط بدي وقفكم. وقفوا خلص؟ بدي وقف أنا وقفكم لكم. جعوا بلشوا أو عملوا شيء. مش رح أقبل يكون بآخر إيفال ما أسمع اللي لازم أسمعه منكم والناس تسمع، لأنه بالإيفال نسمع الصوت أكتر من البرايم يا جماعة. لأنه لحق بتغنوا بلا شيء عم نسمع الصوت. رح نترك المجال لليسلي لأنه أخرناها اليوم. ياي شو فاضية. الله الله. يلا بكرة بتعجق. حلقتنا لليلة انتهت. أنا بلاقيكم بكرة مشاهدينا بحلقة جديدة. كونوا على المواد. كلكم وزعل جنتكم، كلكم وزعل جنتكم. أنا عندي الدنيا تزعل ولا تزعل مني. أول ما عرفت إنك
عايزني جيت قوام مقدرش استغنى عنك مروان لبنان Yeah.